أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. نفى رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة المكلف من قبل داخلية الحكومة المقترحة طارق شنبور ما نقلته وكالة أكي بشأن اتفاق بين الحكومة المقترحة وإيطاليا يقضي بإقامة معسكرات إيطالية في الجنوب الليبي. وقال شنبور في اتصال مع النبأ أن ما نقلته وكالة أكي غير صحيح وأنه خطأ في ترجمة البيان الختامي للاجتماع الذي عقد بين أعضاء اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة الجمعة في العاصمة الإيطالية روما. وأشار شنبور إلى أن الاجتماع استعرض احتياجات جهاز أمن السواحل في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم مراكز إيواء المهاجرين ولم يتطرق إلى إقامة معسكرات كما قالت وكالة أكي الإيطالية. عبر رئيس مجلس النواب عقيل صالح عن رفضه إرسال إيطاليا بعثة إلى الجنوب عادا ذلك تدخلا خارجيا في ليبيا. عقيل قال في اتصال مع النبأ أن الحكومة المقترحة لا يحق لها عقد أي اتفاقيات لعدم حصولها على ثقة مجلس النواب. وأشار عقيل إلى أن مجلس النواب يرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في ليبيا وفق قوله. تعقد بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة اجتماعات لقيادات عسكرية من ميليشيات الكرامة وقيادات أخرى في عدد من المناطق. ووفقا لما ذكرته صحيفة الدستور المصرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن تلك الاجتماعات سيقودها رئيس الأركان المصري محمود حجازي وستركز على بحث توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. كما أشارت الصحيفة إلى تسليم المتحدث باسم ميليشيات الكرامة أحمد المصري رسالة لقيادة الجيش المصري تتعلق بوضع الجيش في ليبيا وأمور أخرى تخص حفتر ودوره في قيادته وفق الصحيفة. كشفت البرقيات المسربة من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبة علم الولايات المتحدة بتخطيط الإمارات للتدخل عسكريا لصالح حفتر في ليبيا. ووفقا لما كشف عنه موقع ميدل إيست آي البريطاني الذي تابع تلك البرقيات والردود عليها من قبل المسؤولين الأمريكيين، فإن أبو ظبي دعمت قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر بالسلاح والمال لفرض سيطرته على كامل ليبيا مقابل حصول الإمارات على امتيازات في الموانئ النفطية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.